مرحبا يا أصدقائي، اليوم سأعرفكم على لوحات للرسامين الذين رسموا مناظر المدن الرائعة، وهناك أسماؤهم وسنوات ميلادهم ووفاتهم مكتوبة في جانب اللوحات أو أسفلها، فلاحظوها وألقوا عليها نظرة. هذا عمل يان فان دير هايدن، وهنا أمستردام عاصمة هولندا، وقيل أن هذا المبنى كان أكبر مبنى في هولندا في ذلك الوقت. وما رأيكم؟ هل يمكنكم أن تشعروا بعظمة المدينة؟ هذا هو عمل أنطونيو كانال، وهنا ميدان البندقية الواقع بعاصمة إيطاليا. توجد مبان على كلا الجانبين يتوسطها برج مرتفع يبدو وكأنه يناطح السماء. هل يمكنكم تخيل حجم المباني من خلال النظر إلى حجم الأشخاص؟ إنه أمر مدهش، كيف أظهر تفاصيل كل واحد من هؤلاء الأشخاص الذين يبدو أنهم صغار الحجم وحتى تفاصيل أبعد المباني؟ هذا عمل رينوار. في هذه اللوحة هناك الكثير من الناس يستمتعون بحفلة في الهواء الطلق. أشعر بحيوية من رؤية الناس وهم يضحكون ويتحدثون ويرقصون. أشعر كأن صوت الموسيقى الجميل وصوت ضحك الناس يصلان حتى لمسامعي هنا، ربما بفضل أشعة الشمس الساطعة عبر أوراق الشجرة تبدو اللوحة أدفأ. هذا عمل فرنارد ليجي. ماذا يخطر ببالكم عند رؤية هذا العمل؟ نعم، أعتقد أن الجميع يفكر بشكل مختلف. عنوان هذا العمل هو المدينة. بعد أن نسمع العنوان فيبدو لنا هذا، أليس كذلك؟ سمعت أن الرسام رسم المدينة الحديثة بالآلات والتكنولوجيا المتطورة مثل القطع المجزأة. هذا عمل إدوارد هوبر. أرى متجرا تضاء فيه الأضواء عند الشارع في مدينة مظلمة بعد غروب الشمس. هناك عدة أشخاص داخل المتجر ولكن لا يبدو أن الجو مرح. الشعور بالوحدة والعزلة قليلا. رسم الرسام عزلة المعاصرين المقيمين بين المدن ووحدتهم هكذا كثيرا في أعماله. ألا تشعرون بالفراغ في مكان ما داخل الجو الهادئ والمريح؟ إنه من المؤثر أن الرسام وضع ما بباله بشكل صريح في الرسمة. هذا عمل ديفيد هوكني. للوهلة الأولى تبدو هذه اللوحة وكأنها منظر مدينة عادية. إذا ألقينا نظرة عن كثب يمكننا أن نرى عشرات المربعات الصغيرة متداخلة مع بعضها البعض. التقط الرسام صورا لمنظر الطبيعة حقيقي، ثم جمع عدة طبقات فوق بعضها البعض مثل طريقة كولاج ليظهر منظرا طبيعيا. إنه طريقة الكولاج، هذه عجيبة ورائعة. هل استمتعتم بالنظر إلى اللوحات؟ هذه المرة أحضرت هذه الصورة لأنني أردت أن أرسم المنظر الليلي للمدينة التي تتلألأ في الليل. سنرسم على أساس هذه الصورة، ولكننا سنعطي إحساسا بالحكاية الخيالية عن طريق تغيير أشكال المباني ورسم البدر بحجم كبير جدا في الوسط. إذن فلنبدأ من الآن. قد أكملت الرسم التخطيطي هكذا مسبقاً. كان لدي بلاستيك من هذا الشكل في المنزل، لذلك استخدمته لرسم القمر، لكن ليس من الضروري استخدام شيء مثل هذا. أولاً سنلون سماء الليل المظلمة بالألوان المائية.
ونمسح نوافذ المبنى بممحات ليبدو رسم التخطيط خفيفاً، ثم نلونه بالألوان المائية. عندما تجف الألوان المائية نلون جزئيا بلون أغمق قليلا. أما القمر فسنلونه كله بأقلام الألوان بشكل خفيف، ثم نرسم نقوشه أيضا. والمبنى الخلفي أيضا نلونه بشكل فاتح اللون بالألوان المائية. وبعد ذلك سنرسم المباني الأمامية بقلم خطاط أو قلم أسود.
سنرسم الضوء على المبنى والمبنى المنعكس على النهر بطلاء اكريليك الأبيض. وفي آخر مرحلة نضع طلاء إكريليك الأبيض في قلم الرصاص للتعبير عن النجوم في سماء الليل. نعم. 여러분도 도시를 바라볼 때 떠오르는 느낌을 잘 살려서 그려보시길 바랍니다. 아타만나 안 터스무 마 이즈할 자리카 الشعور الذي يخطر ببالكم عند رؤية المدينة. إذن نتقابل في المحاضرة القادمة.